طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا وزاره اسمها وزاره الصحه، والمفترض ان في هذه الوزاره او هذه الوزاره ليها على راسها حد مسؤول. دي وزيره الصحه في فرح ابن المتحدث السابق باسم وزاره الصحه خالد مجاهد. بالمناسبه ما عنديش اي مشكله ان هم يكونوا في فندق كذا، فندق كبير او صغير، ما عنديش اي مشكله ان الوزيره تروح تتصور مع المتحدث السابق باسم الوزاره اللي هي كانت رئيستها، ولا اللي هي رئيستها انا مش عارف، يعني مش عارف هي كانت رئيستها ولا هي رئيستها. بس اللي خلانا اجيب هذه الصوره حاجه مهمه جدا، الوزيره موجوده وبتخرج وبتحضر افراح يعني. طب امال ليه لحد دلوقتي وزاره الصحه ما فيش على راسها حد في القائم باعمال وزيره الصحه وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار؟ لكن دي الوزيره يعني سياده الوزيره هاله زايد موجوده فين؟ موجوده في الفرح وموجوده فوق سطوح بيتهم وهي بتعمل مؤتمر او قاعده مع الناس اللي تقول ان احنا موجوده. طب ليه مش موجوده على راس الوزاره؟ طب هي هاله زايد استقالت؟ مش فاكر انها استقالت. طب اقيلت؟ انا مش فاكر انها اقيلت. طب هاله زايد بتروح الوزاره؟ لا ما بتروحش الوزاره. طب هاله زايد بتعمل ايه؟ مريضه، هم قالوا جالها مش عارف ازمه قلبيه فبعدها خلت اجازه مفتوحه. طب هي دلوقتي موجوده، هي بتمشي في الشوارع بتتصور مع نجيب ساويرس ومع العريس وبتروح تقعد فوق سطح البيت، ما عندهاش اي ازمه يعني، هي زي الفل، هي من سيدات المجتمع الكبار العظام زي الفل. طب هاله زايد فين؟ اسف اهي موجوده، لكن هي مش على راس وزارتها ليه؟ اين وزيره الصحه؟ فين وزيره الصحه؟ في الفرح لكنها مش موجوده في مهمتها او عملها الرسمي. دي كانت اخر صوره في صوره وتعليق، وهي دي الرساله اللي بنوجهها للمسؤولين وللنظام كله، اين او من هو المسؤول الان عن وزاره الصحه في ظل المزاعم اللي بتقول غياب هاله زايد وهي موجوده في الافراح وبتحضر مناسبات. الى اخبار الشعب.